والفلك اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس دكتور ناجي بإسهاب، يعني مش بيتكلم عنه يعني بس مش بس ثلاث إصحاحات، يعني بتشوف مراجع كثير، أيوب يتكلم عنه، إشعيا بيتكلم، الرب والعهد يسوع الجديد بيتكلم عنه، وهكذا بالضبط، لأنه حدث مهم جدا وأثر على فهمنا لطبقات الأرض والحفريات. دي ما تحتاجش ملايين السنين عشان تتكون مثلا القارات، لأنه في نوعين من الجيولوجيا يا أخ نزار. واحد بيقول يونيفرماتيريان، يعني الوتيرة الواحدة، يعني المعدلات اللي احنا شايفينها لتحرك التكتونيك بليتس دي هي بيقولوا اللي حصلت في الماضي واللي حصلت في الحاضر واللي تحصل في المستقبل، ويرفضوا طوفان نوح بالكامل. فلو شفت مثلا مسافة بين الأمريكتين، أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأفريقيا، التكتونيك بليتس بتاعتهم تقدر تجمعهم على بعض. فهم لو بيتزاحم، لو مسافة مثلا 5000 ميل، يعني لو جبت زي بازل نقول وصورة تقدر تحط مع بعض بالضبط كده، فهم المسافة مثلا نقول 5000 ميل مثلا، دي أرقام مش حقيقية بس تشبيهية، يعني لو بنتحرك مثلا متر كل سنة يقول لك دي محتاجة ملايين السنين عشان تحصل. تمام، احنا بنقول لا، في كاتاستروفيك جيولوجي، في كارثة عالمية ضخمة وهي طوفان نوح. دي كسرت القشرة الأرضية بسرعة، زي مثلا لما حصل طوفان في جنوب شرق آسيا، في جزر اتحركت في ظرف ساعات. دي حاجة شفناها بعنينا، ده أيوة. علم تجريبي نقدر نشوفه. فإحنا بنفهم الكتاب المقدس إنه بيشرح لنا التاريخ اللي حصل في الماضي، ومنه نقدر نفهم الحاضر. فمهم جدا نفهم هذه الأصحاحات، دي مش أسطورة، دي حقيقة، وحقيقة بنقدر نثبتها، وحقيقة ذكرها الرب يسوع بفمه الطاهر.